عامله بالظبط من خلال بصوا محلال اكتر من مره تقعد وابص المناخ عام لازم الناس تبص عليه بالخلال ولازم الناس تبص على ان النقابه مؤسسه مجتمع مدني للسلطه التنفيذيه ده انت دورك انك تتحرك ودور كمان هي تدعمك في هذه نخلي النقيب يرد في فيديوهات بإيجاز شديد وعشان نرجع للموضوع الأصلي بتاع حشد الجمعية في يوم 18 أنا مقدر مشاعر فاطمة وإيمان وناس كتيرة جدا عندنا قضايا مهمة كثيرة وعندنا كمان أحداث مهمة السنة دي ومنها اليوبيل الماسي للنقابة اللي هو 75 سنة وعندنا أيضا يعني ملفات مهمة لابد من أن يجتمع أن يدرك الصحفيين أن اجتماعهم ضروري لحلها على الأساس على الأقل ملف الأجور ملف علاقات العمل داخل المؤسسات الفصل وكمان ملف الحريات وهو ملف اللي هو أنا مهتم به بشكل على الأقل من موقع دوري كرئيس لجنة الحريات اللي هو ملف شديد الخطورة والأوضاع فيه سيئة جدا حتى الآن أتمنى أن يبقى في مشاركة مختلفة بعد أسبوعين من النهاردة دوم حبس احتياطي في ظل ظروف صعبة احنا أكيد تابعنا في الفترة الأخيرة الاعتصام اللي عمله عدد من الزملاء هنا في نقابة الصحفيين أن يصل الأمر إلى منع دخول الأدوية ومنع الزيارات عن الصحفيين ومنع الرعاية الطبية فيعني ده أقل شيء احنا ممكن نقوم به كنقابة أن احنا نطالب بحقوق هؤلاء الزملاء وبالإفراج عنهم ويعني بالتعامل بجدية مع ظاهرة الحبس الاحتياطي اللي بيتم تجديده لفترات بتخليه يقترب أن هو يكاد يكون قانون للطوارئ ظروف المهنة نفسها ظروف صعبة أعتقد أن يعني كنا نتوقع أن القانون الخاص بتنظيم المجالس المختلفة لتنظيم المهنة كان هيكون على رأس الأولويات اللي يتم التعامل معها واعتماد القانون اللي عادته اللجنة تحت إشراف النقابة ما فيش أي مبرر للاستمرار في تأخير إصدار مثل هذا القانون قدامك